بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب وستره السميع اللطيف الخبير فشمس العلم طالعة مشرقة ليس دونها سحاب ولا غبرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحية طيبة من طلاب الخريجين من مركز النيل المبارك في يوم فاق جماله أياما مضت في يوم الحصاد حصاد السنين حصاد الجهد والعمل والوقت وفي يوم تنتظره قلوبنا وأرواحنا تتشوق إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ حفلنا وخير ما نستهل به حفلنا قراءة القرآن الكريم من سيتلو علينا الأستاذ نور محمد من ماليزيا خواتيم سورة البقرة فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم ومعنا الآن الأستاذ صلاح الدين من تايلاند سيتكلم معنا عن مفتاح النجاة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني الكرام فالنجاة هدف لكل إنسان سواء كان طالبا أم عاملا أم وظفا ومن هنا سألخص لكم بعض الخطوات النجاة على أسس التالية أولا النية الصادقة والإخلاص في العمل إن كل عمل لا بد له من النية وهذه نية يشترط فيها أن تكون صادقة ليتحقق العمل على وجه الأكمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالعمل الصحيح مرتبط بنية الصحيحة ثانيا الصبر في طريق العلم الإنسان عامة والطالب خاصة تواجهه بعض الصعوبات في طريق العلم وإذا لم يصبر ويحاول التغلب فسوف يفقد روحه فإذا فقد روحه ضاع منه النجاح قال الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ثالثا، الثقة بالنفس وعدم اليأس. إن اليأس وعدم الثقة بالنفس سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل العلمي. فلا تحتكر نفسك إن كنت ضعيفا في الفهم أو ضعيفا في القراءة أو بطيئا في القراءة أو سريع النسيان. سئل فكل هذه الأمراض ستزول إذا وثقت بنفسك وابتعدت عن اليأس. سئل الإمام البخاري ما دوام النسيان؟ فقال مداومة النظر في كتبي. رابعا، ترك المعاصي. مما لا شك أن ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تساعد على الحفظ. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. إخواني الكرام، واعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة التعلم أربع مسائل: أولا العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إلى الله، والرابعة الصبر على الأذى، وأخيرا سأقدم لكم هذه النصائح ليستفيد لتقوية ما درسته. أولا، احرص على استغلال الوقت استغلالا جيدا. ثانيا، اقرأ القصص العلماء الذين اجتهدون في طلب العلم. ثالثا، حاسب نفسك كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل عام لتتعرف تقصيرك وتتجنبها. رابعا، ساعد ممن هم أضعف منك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقا والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. إنه يعلو ولا يعلى عليه. ونقدم إليكم الآن قصة صوت صفير البلبل بشكل مسرحي. كم يجب أن ألقي على مسامعيك قصيدة من الشعر يا بني لتحفظها؟ إذا سمعتها مرتين حفظتها يا مولاي. من مرتين فقط؟ عظيم. وأنت يا أم ليلى؟ ثلاث مرات يا مولاي. وأنا أحفظها من مرة واحدة فقط. إذن للشاعر بالدخول. إذن الشاعر بالدخول. السلام على المولى يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف الشرط يا بني؟ أجل يا أمير المؤمنين، وإنني لشاعر فحل. وما فقولتك؟ نظمت قصيدة طويلة. عظيم. فإن كانت من قولك جزيناك عليها، وإن كانت من منقولك فليس لك عندنا شيء. إنها لي. تفضل.
إن الخلافة مقامت مذ بدأت معقودة بالفتى من آل عباسي إذا قد عمر هذا قام ذا خلفا خلاهت الشمس وامتدت على الناس. كفى كفى يا بني، هذه قصيدة لابن رداد وأنا أحفظها منذ زمن. إن الخلافة مذ قامت ومذ بدأت معقودة بفتى من آل عباسي إذا قد عمر هذا. أقسم يا مولاي. لا تقسم لا تقسم، لدي من يشهد على هذا يا غلام. لبيك يا مولاي. هل سمعت بشاعر اسمه أبو رداد؟ نعم يا مولاي، فقد مدحكم في قصيدة مطلعها إن الخلافة مذ قامت ومذ بدأت معقودة بفتى من آل عباس. كفى كفى يا بني، هناك شاهد آخر يا جارية. لبيك يا مولاي. هل سمعت بشاعر اسمه أبو رداد؟ نعم سمعت يا مولاي. أقسم يا مولاي. كلكم تقولون هذا معشر الشعراء، والله لولا إنني أحب الشعر لجلدتك 100 جلدة. اذهب لحال سبيلك. والله لقد قال قصيدة راعية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا بك يا أخي؟ عمر نجيب يا إسماعيل. خيرا إن شاء الله؟ لازم قصائدنا من بنات أفكارنا، ثم نكتشف أن ثلاثة يحفظونها في قلبي. ثلاثة؟ أجل. وأين حدث هذا؟ في بلاد أمير المؤمنين. لابد أن في الأمر كذا. نعم نعم، أعتقد ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جاء الشاعر عثمان يا مولاي. علمته بالشرط؟ نعم علمته بالشرط يا مولاي. حسنا فليدخل. الشاعر عثمان يا مولاي. السلام على مولاي امير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالعثماني. هل تعرف الشرط؟ نعم يا مولاي تماما كما اعرف جارده. وزن ما كتبت عليه زحفا. هذا إذا كانت لك. فضل. صوت صفير القطني حيج قلبي يثمني. الماء والذكر معاً مع ذكر لحظ المندلي. وأنت يا سيدي وسيدي ومولدي، فكم تيمني أو زيل أو كيكلي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقطع الغتام حربي. والخوز والخوز ما لا تعبا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلتي. فقلت لا تولولي وبيني ولولي، قالت له حين كذا انحط انحط وجود بنوري. وفتية سقانني قهوة كعرسلي، شممتها بأنافي أزكى من أرقل أنفري. شممتها بأنافي أزكى من أرقل أنفري في وسط بستان حاجي بذخري وسروري. والعود والعود دندنا دنالي وطب طب 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 لي طب 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 لي وسق سق 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 لي ورقص قد طاب لي شوى شوى وشاهشي على ورقي سفرجلي. والغرد قمري يسويه ملل في ملدي. لا تراني ولا كيبا على حمار أخذلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي. والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلدي. والقل كايكا كايكا خلفي ومن حويلي. ولكن ماشي طالبا من خشية العرنجلي إلى لقاء مالك معظم مبجلي. يمر بي بخلعتي حمراء كدم دمي دمي. أجول فيها ماشيا أجول فيها ماشيا مبردا بالزيلني. أنا العديب العلمعي من حي أرض الموسلي. نظمت قطعا زخرفا يعجز عنها عدوي. أقول في مطلعها صوتا صفير الظهور. ما رأيك يا مولاي؟ رأيي؟ لماذا؟ هل سمعت بهذه القصيدة من قبيل لي؟
من قبيل لي. لا والله ما سمعت بها من قبل، ولكن دعني أولا يا ربيع. نعم يا مولاي. الغلام الجارع في الحال يا مولاي. هل سمعتما بقصيدة مطلعها صوت صفير البلبل؟ صوت صفير البلبل أي قلب السمل ولي. اصمت. وأنت؟ قطعا يا مولاي. اغرب عن وجهي. هيا. هذه هي أسماء قصيدتك، حتى نعطيك لك نعطيك وزن ما كتب عليه ذهبا. المعذرة يا مولاي، ولكنني لا أكتب قصيدة شيء على الورق. على ماذا كتبتها؟ ورثت عن أبي عبد الوهاب، فنكشت عليه قصيدتي، وهو على ظهر ناقتي لا يحملها إلا ربعوت من جنودك. عبد الوهاب؟ نعم يا مولاي. لا أظن أنكم اشتريتم كتابة قصيدتي على ورق. نعم. يا ربيع. نعم يا مولاي. أعطي للأسماء وزن ما كتب عليه قصيدته ذهبا. إن فعلنا ذلك فستنفذ خزائن بيت المال يا مولاي. فما العمل؟ ترضى أن يفرغ بيت المال من أموال المسلمين يا أسماعي؟ لا. لا أعرف بذلك، ولكن في ذاكرتك قوية يا مولاي، وتعود على ذلك شعراء. فماذا إذن؟ أتنازل عن حقي يا مولاي، ولكن بشرط واحد، أن تعطيني شعرائي حقهم في قولهم ومنقولهم. رضيت. شكرا لك يا مولاي. السلام. سيلقي علينا الآن الأستاذ أنيق من ماليزيا قصيدة لغة العربية تتحدث عن نفسها بحافظ إبراهيم. قصيدة اللغة العربية تتحدث عن نفسها بحافظ إبراهيم. رجعت لنفسي فتحمت حصاد، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بأكمي في شبابي، وليتني عقمت فلم أجزع بقولي مداتي. ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي. وسحت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظات. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسمائي لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه در كامن، فهل سأل غواص عن صدفاتي؟ أيحجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغتي لم تتصل برواتي؟ إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي. فإما حياة تبعث الميت في البلا، وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. وختاما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.